ازيكم يا شباب؟ هناخد دلوقتي حاجة اسمها linear transformation. هناخد معاها مصطلح دلوقتي اسمه linear transformation. طيب ايه المقصود يا شباب linear transformation؟ linear transformation هو عبارة عن function. في معنى functions؟ function ما بتاخد دايما، ما بتاخد شوية أصول توديها لشوية صور، لكن ما هي مش function عادية. دي function بتاخد من vector space الى فيكتور سبيس اخر. يبقى اللينير ترانسفورميشن هنا او الترانسفورميشن يا شباب بتاعنا هنا هيبقى فانكشن بتاخد ايه؟ بتاخد من فيكتور سبيس تودي الفيكتور سبيس اخر، وممكن نفسه، ممكن نفسه فاش حاجه، تمام. طيب لكن انت يا شباب بقى نسمي الترانسفورميشن ده نسميه لينير، هو بهذا المنظر اسمه بس ترانسفورميشن، اسمه فقط ترانسفورميشن. امتى بقى يا جماعه يكون لينير؟ اللي ما لو حصل الشرطين دول، شرطين مهمين جدا، انك لو خدت متجهين، خدت مثلا متجه فيكتور اسمه يو وفيكتور اسمه في وجمعتهم، وبعد ما جمعتهم جبت صورتهم، اللي معنى ده لازم يساوي صوره الفيكتور الاولاني زائد صوره الفيكتور الثاني. يعني ببساطه نقدر نقول ان اللينير ترانسفورميشن لازم يتوزع على الاديشن. والشرط الثاني يا شباب، لو انت عندك فيكتور مضروب في سكيلر وعايز تعمل له ها لينير ترانسفورميشن، قال لك من حقك او عشان يبقى لينير ترانسفورميشن بجد لازم السي ده يطلع بره الترانسفورميشن ويديه. تقول لي لا ما فهمتش حاجه خالص، اديني مثال على الكلام ده. بركز مره معايا تاني يا شباب لو سمحتوا معانا. تاني اللينير ترانسفورميشن هنا يا شباب تمام لازم يعمل الاتي، لازم يعمل الاتي، ان لما اجمع تو فيكتورز ثم اجيب لهم الصور تطلع صورة الأولاني زائد صورة التاني، ولما أجيب فيكتور في سكيلر وأجيب له الصورة بتاعته لازم يطلع يا شباب، لازم يطلع الأولاني والكونس هتطلع بره. تقول لي لا مش مستوعبها قوي، ممكن تديني مثال على الكلام ده؟ هديكم مثال مثلا شباب. بص معايا المثال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي معايا لينير ترانسفورميشن بياخد من ار 4 يودي ل ار 3. ما احنا معايا اتفقنا ان ممكن الترانسفورميشن ياخد فيكتور يودي فيكتور تاني. طيب ما اعرفه ازاي الراجل؟ قال لي ما اعرفه كالاتي، ان صوره الفيكتور الرباعي هياخده كده شكل، اللي هو مثلا فيكتور اي بي سي دي، طبعا معنى فيكتور عام، بياخده بيعمل فيه الاد شكل، بيعمل ايه؟ بيجمع الاول على التاني، بعدين يطرح التاني من التالت، بعدين يجمع الاول على الرابع، هيطلع فيكتور طبعا جديد جدا. وفي فين يا شباب؟ طبعا ده في الار 3، ده تركيبه واختراع، اختراع ده اختراع انه قرر ان التحويل الرباعي للثلاثي يكون بالمنظر ده. فبيقول يا شباب شو ذات اثبت لي ان هذا، شو ذات ان التي فعلا لينير. هثبتها ازاي يا شباب؟ الشرطين، ايه هما الشرطين بتوعنا؟ الشرط مع الاول، اول حاجه معانا ناخد مثلا متجهين، مثلا ناخد المتجه يو عباره عن مثلا اي بي سي دي، ناخد مثلا متجه في عباره عن الفا بيتا جاما دلتا، بالرموز كلها شباب. يلا اول حاجه معانا نشوف كده مع بعض. عايز اثبت يا جماعه الجمله الاولى، عايز اثبت ان تي اوف يو زائد الفي هي نفسها تي اوف يو زائد تي اوف في. بالظبط زي مسائل كده الفيكتور سبيس، تمام. هنمسك طرف ليفت هاند سايد لوحده احسبه، ورايت هاند سايد لوحده احسبه، لو طلع نفس الكلام يبقى خلاص، تمام. بص انا هحسبها ازاي. يلا اول حاجه قلنا تعالى نشوف كده مع بعض. تعالى نجيب تي اوف يو زائد في. طيب اجمع لي اليو زائد في، هجمع ازاي؟ ما دام الراجل ما ذكرش طريقه جمع معينه او طريقه ضرب معينه بينها، مع يقصد بيه الجمع التقليدي والضرب التقليدي. لما جمعنا معنا طلع لك انه A زائد الفا و B زائد بيتا و C زائد جاما و D زائد دلتا، تمام؟ طيب ده يا شباب لما اجي احسبه هيتحسب ازاي؟ قال لي عادي جدا، حسب الـ A، حسب التعريف اللي هو قايله. لما اجي احسب مثلا T اوف A و B و C و D،
هو ما عرفه ازاي الراجل؟ عرفه كالآتي. عرفه كالآتي، شايف ان هو عمل ايه؟ ها قال لك هاخد الاولاني اجمعه على التاني يطلع اول عنصر، بعد كده اطرح التاني من التالت واحط تالت عنصر، تاني عنصر، بعد كده الاول زائد التالت رابع، ده تالت عنصر. هو الف كده، فعلى نفس مع التاليف ده المفروض يطلع انه عباره عن ايه؟ عباره عن، بصوا لمين يا شباب، ها ايه اهو ايه، يعني هو مع هنا اول بيجمع الاول مع التاني مع، فنجمع الاول مع التاني يطلع لك انه ايه زائد الفا زائد بي زائد بيتا. وبعدين ما بيعمل ايه؟ ها بيجمع، بيطرح التاني من التالت، يبقى هو ادي بي زائد بيتا ناقص التالت يبقى ناقص سي ناقص جاما. بعدين بيجمع الاول على الرابع يبقى ايه زائد الفا زائد دي زائد دلتا. بس ده الجنب الايه؟ الايسر. طب الجنب الايمن هو تي اوف يو لوحديها زائد تي اوف في لوحديها، نحسبها. تي اوف يو لوحديها تمام اهي، تي اوف يو اللي هو سوليد، ده سوليد عندك اللي هو عباره عن اي زائد بي وبي ناقص سي واي زائد دي، وصوره الفي بنفس الاليه اهو، ادي الفي شوف هات لي صورته حسب التعريف اللي هو قايله. هو قايله ازاي؟ قايله كده، قايل معناه ان هو بيجمع الاول مع الثاني والثاني ناقص الثالث والاول زائد الرابع، يبقى الاول مع الثاني يبقى الفا زائد بيتا، وبعدين مع الثاني ناقص الثالث يبقى بيتا ناقص جاما، بعدين مع الاول مع التالت يبقى الفا زائد دي زائد دلتا. اجمعهم بقى كده مع بعض، ها هيطلع لك، هيطلع لك ان اي زائد بي زائد الفا زائد بيتا، بعدين بي ناقص سي زائد بيتا ناقص جاما، بعدين اي زائد دي زائد الفا زائد دلتا. ايه رايكم يا شباب؟ نفس الكلام، يبقى فعلا ها تي اوف يو زائد الفي بتساوي تي اوف يو لوحدها زائد تي اوف في لوحدها. ده الشرط الاول، لسه الشرط الثاني، لسه الشرط الثاني في اللينيات ملهاش دعوه خالص بالشروط الفيكتور سبيس يا شباب، لكن ملهاش دعوه بيها خالص تمام. طيب الشرط بقى الثاني يا شباب كده، احنا ما تحققنا من اول شرط عشان نحكم انها لينير. الشرط بقى الثاني انك لازم لو مسكت اليو ضربته في سكيلر وبعدين جبت له التي ترانسفورميشن بتاعه يطلع معاه ان هو ايه صوره اليو برده في الكي. شوف كده مع بعض، قال لي معايا يلا ادي تي اوف كي في اليو اللي هو تي اوف كي في اي بي سي دي، يعني هو عباره عن تي اوف حسب ضرب السكيلر المعتاد هيطلع انه تي اوف مين؟ كي اي كي بي كي سي كي دي، وحسب تعريف التي، التي بتاعت اي فيكتور بتتجاب ازاي؟ بنجمع الاول مع الثاني يبقى كي اي زائد كي بي، ونجمع ونطرح الثاني من الثالث فيطلع لك انه كي بي ناقص كي سي، ونجمع الاول مع الرابع فيطلع لك انه كي اي زائد كي دي. بس هنا يا جماعه تلاحظوا ان ممكن اسحب كي مشترك من كله، فيطلع لك ان اي زائد بي بي ناقص سي اي زائد دي. الله، طب ما هو ده مين يا شباب اصلا؟ ده ما هو الا ها بالظبط تي اوف اليو. فاحنا بقى برضه ثبتنا الشرط الثاني نقول له اه اذا تي از اللينير ترانسفورميشن. يا جماعه اثبات اللينير ترانسفورميشن شباب بيتثبت على كام خطوه؟ ها على خطوتين تمام. ممكن للتبسيط اعملهم خطوه واحده، لو عايز اعملهم خطوه واحده اعملهم خطوه واحده. ازاي يا شباب؟ ممكن مع بعض الناس بتدمج الخطوتين زي كده اثبات السب سبيس كده، ممكن مع ادمجهم في خطوه واحده. ازاي؟ انك بدل ما تثبت حتتين تثبت ان تي اوف يو زائد في بتساوي تي اوف يو زائد تي اوف في، وتثبت ان تي اوف مثلا سي في يو بيساوي سي في تي اوف يو. لا، ممكن معاها في خطوه واحده دول معايا يندمجوا في خطوه واحده تبقى اثبات واحد بس. تثبت ان، ركز معايا لو سمحت يا شباب، ان اي في يو زائد بي في، حسب بقى الاي وبي دول سكيلر يا شباب، ما هو الا اي تي يو زائد بي تي في بس. فانت حر في الامتحان بقى تعملوا مع مرتين، كان مرتين بتبقى اخف شويه، هي اي نعم اثنين بس تبقى ابسط في الحسابات، يا اما مره واحده اللي انت عايزه اعمله تمام. طب ناخد مثال تاني، بيقول انا عندي مع لينير ترانسفورميشن تاني
بياخد من ال R2 يودي ال R2. إذا ينفع أه ينفع، إحنا ما اتفقنا، مش أي مشكلة خالص ياخد من واحد لنفسه. بس معرفه كالآتي شباب، معرفه إزاي؟ إن صورة الفيكتور إكس وواي بيطلع كده، بيطلع فيكتور عنصره الأول هو المجموع إكس زائد واي، والتاني إكس ناقص واي زائد واحد. فهل هذا الشيء فيكتور سبيس؟ قال لي والله هنشوف، هنعمل الشرطين، لو نجحوا تمام، لو شرط فشل ما تخشش على التاني، خلاص خلصت. لو شرط فشل ما تخشش على التاني، تمام؟ بص انا شباب مثلا، تعالى مثلا نمسك الشرط الاولاني، يلا نحسب مثلا تي، لو مثلا افترضنا ان اليو هو مثلا اكس 1 وواي 1، وان مثلا البي هو الاكس 2 والواي 2، يبقى تي تي اوف يو زائد في هتساوي، هي تي اوف اكس 1 وواي 1 زائد اكس 2 وواي 2، يعني هتساوي تي اوف اكس 1 زائد اكس 2 واي 1 زائد واي 2. حسب التعريف بتاع الراجل بيقول لك ان ايش؟ قال لي حسب التعريف، تمام، ان صوره هذا الفيكتور بيتجاب كالاتي شباب، بتجمع الاول مع الثاني فيطلع لك، يطلع لك اكس 1 زائد اكس 2 زائد واي 1 زائد واي 2، والخانه الثانيه تبقى طرح الاول من الثاني وحط عليهم واحد كمان، يبقى اكس 1 زائد اكس 2 ناقص واي 1 ناقص واي 2 زائد 1. بس ده الجنب الايه؟ ده الجنب الايسر. شوف بقى كده الجنب الايمن، هات لي تي اوف يو زائد تي اوف في، يعني تي اوف اكس 1 وواي 1 زائد تي اوف اكس 2 وواي 2 هيساوي الاتي، يعني الاول هيطلع لك صورته مين؟ هيطلع لك صورته كده اكس 1 زائد واي 1 ها، واكس 1 ناقص واي 1 زائد 1، تمام؟ وصورة التاني برضو حسب التعريف، بنجمع الأول مع التاني يبقى إكس 2 زائد واي 2، وهنا عندك إكس 2 ناقص واي 2 زائد 1. اجمعهم كده على بعض يطلع لك إيه؟ يطلع لك هنا إكس 1 زائد إكس 2 زائد واي 1 زائد واي 2، وإكس 1 زائد إكس 2 ناقص واي 1 ناقص واي 2، بس زائد 2. بص يا شباب مش نفس التركيبة بالظبط، في فرق بين ده وده. يبقى أقول له أه، إذن ها هنا تي أوف يو زائد في ما طلعتش بتساوي تي اوف يو زائد تي اوف في. الشرط الاول برضه ما تخش بقى على التاني، ملوش لازمه التاني، مع ان التاني برضه هيبوظ على فكره، بس ملوش لازمه، تمام؟ قول له معاك اذا ها تي از نوت لينير، تمام؟ يبقى سعادتك بتعمل مع الشرطين، نجحوا يبقى لينير، ما نجحش بقى ايه؟ حد منهم ما نجحش يبقى مش لينير، تمام؟ طيب تعالى بقى مع فكره سؤال تانية برضه في موضوع اللينير ده، سؤال حلو جدا. بص بيقول لي يا شباب، بقول لما انا عندي هنا عندي لينير ترانسفورميشن، بقول لما علت تي ده لينير ترانسفورميشن بياخد الار 3 يوديها الار 2، مفيش مشكله. ها ايه التعريف؟ لا ما ذكرش التعريف الراجل، ما ذكرش التعريف، لكن قال ايه بقى يا جماعه؟ قال انا معايا معلومه بتقول كده يا شباب، ان صوره الاي 1 الاي 1 ده شباب، فاكر شباب حاجه اسمها الاي والجي والكيما اللي اسمها اليونت فيكتور اي 1 اي 2 اي 3، فاي واحد يا جماعه يقصد بيه الفيكتور 1 0 0، والاي 2 يقصد بيه الفيكتور 0 1 0، والاي 3 يقصد بيه يا جماعه 0 0 1، اللي هم معاه ببساطه الاي والجي والكي، ده معناه يعني. المهم مش هقول لنا ايه؟ بقول يا جماعه انا ما اعرفش، انا مش هديك تركيبه التي، مش هديك التي بيحول ازاي؟ ما قاليش الراجل. لكن هدي لك ان صوره الاي 1 بتبقى 1 1، وصوره الاي 2 بتبقى 1 2، وصورة الاي 3 بتبقى 0 1. ماشي يا سيدي، يعني اديني الصور الخاصه ما اديش الصور العامه. فبيقول لي بقى يا جماعه بناء عليه، بناء على هذا الشيء يا شباب، هات لي صوره الفيكتور في حيث الفي ما هو الا الفيكتور 1 3 2. ازاي عم اجيب الكلام ده؟ طب هات لي شكل التعريف بيعمل ازاي؟ ما قاليش الكلام ده يا شباب. قال لي ايه؟ قال لي معاد الفيكتور في وهات لي صورته عامله ازاي. اقول له سهله جدا، انت مش معايا ان الفي ده ما هو الا 1 في الاي 1 زائد 3 في الاي 2 زائد 2 في الاي 3؟ اه طبعا، ما احنا معنا اتفقنا ان الفيكتور مع اي فيكتور في الدنيا ممكن اكتبه كده، ممكن اكتبه على هيئه رو 1، ممكن اكتبه بالاي والجي والكي اهو، فعادي جدا ده مش غلط صح،
فعلا الفي اللي هو مدوني ده كانه 1 اي 1 زائد 3 اي 2 زائد 2 اي 3. طب وبعدين؟ قال لي انا طيب وانت عايز تحسب تي اوف في؟ اقول له صح. يعني انت عايز تحسب تي وفي الكلام ده كله اي 1 زائد 3 اي 2 زائد 2 اي 3. اقول له مظبوط. طب ما انت ما قايل ان التي هو قايل لك معطى في السؤال، هنا مش بقول لك شوفها لينير ولا مش لينير، هو بقول لك التي ده لينير. هو بيقول لي ما هنا بقى ده از لينير، مش بتست اللينير ولا حاجه، هو بيقول لي خلاص ما هو لينير. لا معطى. بما انه لينير يبقى في صفات اللينير. صفات اللينير ايه يا شباب؟ صفات اللينير حاجتين، انه اول حاجه بيتوزع على الجمع او الطرح طبعا، والتاني حاجه بيطلع السكيلر بره. يعني معنى ده كانه بالنسبه لنا كانه 1 في تي اوف اي 1 زائد 3 في سورتد اي 2 زائد 2 في صورة الاي 3. وصورة الاي 1 معانا اللي هي 1 و1 دي معطى، وصورة الاي 2 معانا اللي هي 1 و2 ده معطى، وصورة الاي 3 معانا اللي هي 0 و1 ده معطى. بس احسبها عادي جدا، يطلع لك هنا 1 و3 4 و0 يطلع لك 4، هنا 1 و6 7 و2 9. بس الصورة ده مهم جدا، سواء ده واللي فات، سواء ده واللي فات. فانا مع فكره هذا السؤال مع قائمه على ايه؟ قائمه اللي هو ما ادكش ما ادكش بتاع دوت تعريف، لكن ادالك ترانسفورميشن للايهات وانت منها تخمن، وانت منها يا جماعه ايه؟ تخمن القصه دي. تمام؟ بس مع ده الجزء ما بتاع مين؟ بتاع اللينير ترانسفورميشن.